الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أهلا بكم طلاب الصف الثاني الثانوي، محل تطبيقات على المحسنات البديعية من كتابنا كتاب البرهان صفحة 12. واحد، بين نوع المحسن المعنوي الذي تحتوي عليه الأبيات التالية. المحسن المعنوي ارتباط والمقابلة والتورية والالتفات ومراعاة النظير. خمس أقسام للمحسن المعنوي. عن اثنين خاصين بالشعر، التصريح وحسن التقسيم، واثنين خاصين بالنثر، الازدواج والسجع. واحد، قال الشاعر: فإذا بحت بسر فإلى ناصح يسطره أو لا تبح. هنا طبق إجاب ولا طبق سلب ولا جناس تام ولا ازدواج؟ طبعا هنبعد الازدواج عشان الازدواج خاص بالنثر. تفضل، عندي طبق إجاب وطبق سلب وجناس جناس تام. طبعا هنا بحت ولا تبح، يبقى طباق سلب، يبقى طباق سلب بين بحت ولا تبح، يبقى خدنا رقم باء. قال الشاعر: إني لأعجب من يروح ويغتدي، والموت بين بكورة ورواح. طباق تورية، حسن تقديم، مقابلة. هنا طبعا يروح ويغتدي وبكورة ورواح، هنا هناخد طباق بين يروح ويغتدي وبكورة ورواح، يبقى خدنا رقم ألف. ثلاثة، قال الشاعر: فلا الجود يفني المال قبل فنائه، ولا البخل في مال الشحيح يزيد. عندي في البيت طباق سلب، مقابلة، تورية، مراعاة نظير. هنا طبعا الجود يفنى المال قبل فنائه، والبخل في مال الشحيح يزيد. هنا طبعا مقابلة بين شطري البيت، يبقى ثلاثة خدنا رقم باء. أربعة، قال الشاعر: أيقظ شعورك بالمحبة إن غفى، لولا الشعور الناس كانوا كالدمى. أيقظ وغفى بينهم طباق إيجاب، يبقى أربعة خدنا رقم جيم، طباق إيجاب. خمسة، يبقى أيقظ وغفى بينهم طباق إيجاب. خمسة، قال الشاعر: يدعو إلى الخير مهما كان مصدره، كما يصد عن الفحشاء واللمم. يدعو إلى الخير ويصد عن الفحشاء، يبقى هنقول مقابلة بين شطري البيت، الخير ويدعو ويصد، والخير والفحشاء، يبقى أنا كده هنقول مقابلة بين شطري البيت. ستة، قال الشاعر: فكأنكم فيما مضى من عيشتي لم تعلموا وتروا هوايا وتسمعوا. مراعاة نظير، طباق سلب، طباق إجاب، تورية. هنا فيما مضى من عيشتي لم تعلموا وتروا وتسمعوا، كل ده كده مراعاة نظير، ذكر الأشياء المتصلة بالشيء دون أن يكون هناك تضاد. العلم معاه الرؤية معاه السمع، كل هذه الأشياء متصلة معا، يبقى احنا بناخد رقم ألف، مراعاة نظير. سبعة، قال الشاعر: وأفنيت عمري بانتظار وعدها، وأبليت فيها الدهر وهو جديد. أفنيت وأبليت، ده بمعنى ضيعت. هنا هناخد طباق وعدها، يبقى أفنيت وأبليت، يبقى طباق بين الكلمتين، طباق إيجاب. سبعة خدنا رقم ألف. ثمانية، قال الشاعر: إن هواك بعيدة وقريبة، ولك الجمال بديعة بديعه وغريبه. بص على كلمة بعيدة وقريبة، حذفنا التاء، بديعة وغريب وحذفنا التاء، يبقى طباق بين بعيدة وقريبة وبديعه وغريبه، يبقى احنا خدنا رقم د. تسعة، قال الشاعر: هل تشكو من نبضي أم تشكو من نفسي،
أم حادك الغرب عن مدي وعن جزري؟ بين في جناس تام ولا جناس ناقص ولا طباق ولا مقابلة؟ هنا طبعا مد وجزر يبقى بينهم طباق، ودي ظواهر طبيعية تحدث في الطبيعة. يبقى احنا خدنا 9، خدنا رقم جي. 10، صفحة 13 من كتاب البرهان، ميز نوع المحسن اللفظي الذي تحتوي عليه الأبيات التالية. طبعا المحسن اللفظي اللي هو التصريع، حسن التقسيم، والازدواج، والجناس. طبعا لو كتب له محسن معنوي هنبعده. قال الشاعر: وقصور مشيدة حوت الخير وأخرى خوت، فهن قفار. أنا هنبعد الطباق، اتفضل عندي جناس وحسن تقسيم. طبعا ما فيش هنا حسن تقسيم، يبقى حوت وخوت بينهما جناس، جناس ناقصة. طبعا الجناس اختلاف الكلمات في عدد الحروف والايه والسكنات او النوع. يبقى انت عندي حوت وخوت. 11، قال الشاعر: ارقت ونام عن سهري صحابي، كأن النار مشملة ثيابي. هنا جناس ناقص ولا تصريع ولا طباق ولا حسن تقسيم؟ طبعا انظر الى صحابي وثيابي وبيت في اول القصيده، يبقى تصريع. التصريع اتفاق اخر شطري البيت الاول في القصيده في الحرف. يبقى انا عندي صحابي وثيابي. يبقى 11 خدنا رقم برقم باء تصريع. 10، قال الشاعر: ويحيى غدا إن غدا علي بما أكره من لوعة الفراق غد. هنا يحيى غدا وإن غدا، هنا هنقول بينهم جناس. يبقى 12 خدنا رقم د، غدا غدا وغدا. غدا اللي هي ظرف، أصبح. 13، قال الشاعر: خب دها وتلاه عيد قد زها، فعلام أبواب النهي لا تغلق. ازدواج حسن تقسيم، جناس تام جناس ناقص. ازدواج ده تبع النسر، بعدنا أول حاجة ألف. تفضل عندي الثلاثة، أنساني وأعياني بينهما محسن البديع الورد في الشطر الأول من البيت السابق. يبقى أنسان وإنساني بجناس جناس ناقص. يبقى 14 خدنا رقم باء، 14 خدنا باء. 15، الغريب كالغرس الذي زايل أرضه وفقد شربه، فهو ذاو لا يشعر وذاب لا ينظر. بين نوع المحسن اللفظي الذي شاع في العبارة السابقة. محسن لفظي يعني طباق، يعني مقابلة، يعني التفات، تورية. يبقى انا هنبعد الاول حسن تقسيم لان ده خاص بيه الايه، خاص بيه الشعر. هنا يبقى هنا زايل ارضه وفقد شربه، ذاو يثمر وينظر بينهما سجع، وهي اتفاق اواخر الكلمات في الحروف والسكنات. يبقى السجع اتفاق اواخر الكلمات في الحروف والسكنات. 16، إن تباغض الأقرباء عارض دخيل، وتحابهم واطد أصيل، والسلام من ذلك أعم، والتناصر أظهر، والتصادق في المودة أكثر. بين ما الذي احتوت عليه العبارة السابقة من المحسنات اللفظية. هنا هذه العبارة عندي دخيل أصيل، ده أواخر الكلمات. يبقى هنا عندي ازدواج وسجع. الازدواج اللي هي اتفاق الاواخر او اتفاق الجمل في عدد الحروف. يبقى انا هناخد ازدواج وسجع. هنبعد حسن تقسيم لان خاص بالشعر، حسن التقسيم خاص بالشعر. فضل عندي التصريع، والتصريع ايضا خاص بالشعر. يبقى ما عنديش غير ازدواج وسجع.
السابع اتفاق أواخر الكلمات في الحروف والسكنات. الازدواج تقطيع الجمل تقطيعا متوازنا، تقطيع الجمل تقطيع متوازن. باء 17 ميز العبارة التي تضمنت محسنا معنوية. ما أفقنا من مرض أمي حتى أفقنا على خبر وفاتها. هؤلاء أنصاف لو أردنا الإنصاف لكل مواطن مغترب عن بلده مواطن يحن إليها، حتى الخريف الشجر كله وحتى عراه، يبقى ما أفقنا وأفقنا ناس بين أفقنا وأفقنا، يبقى 17 خدنا رقم ألف. صفحة 14 من كتابنا كتاب البرهان. ميز العبارة التي تضمنت محسنا لفظية. لا ترجو من شحيح بل ارجو من كريم. أليست سعادة النفس في شفاء البدن؟ قناعتك تحميك من أطماع الآخرين. يحتاج إلى العمل إلى مخلص لا مخلص. يبقى أنا عندي مخلص ومخلص، يبقى أنا هنقول جناس ناقص، وهو يكون بين كلمة أو كلمتين. هنا مخلص تعطينا نفس حروف كلمة مخلص، يبقى جناس ناقص. يبقى 18 خدنا رقم دال. 18 قال الشاعر: وإن ميات الأرض تعذب ما جرت ويفسدها فوق الصعيد ركودها. ميز نوع المحسن البديع في البيت السابق. حنبعت حسن تقسيم عند ميات تعذب ما جرت ويفسدها فوق الصعيد ركودها، يبقى مقابلة. لكن لو تعذب ويفسدها فقط يبقى طباق، لكن هي كده طبعا مقابلة بين شطري البيت. يبقى 19 خدنا رقم دال. 20 قال الشاعر: فلا أجر الصيام أغلى وأعلى وثواب الآلام أوفى وأوفى وأوفر. ميز نوع المحسن البديع في البيت السابق. عندي أغلى وأعلى وأوفى وأوفر، يبقى جناس ناقص، يبقى احنا خدنا رقم ألف. 21 إذ البيت الذي تضمن جناسا ناقصا. كن كيف شئت عن الهوى لا أنتهي حتى تعود للحياة وأنت هي. خليلي إن قالت بثينة ما له أتانا بلا وعد فقول لها لها. أنت من كرم الزمان فإنه يحيى لدى يحيى ابن عبد الله. أبكيك للحسنين الخلق والخلق كما بكى الروض صوب العارض الغدقي. محسن جناس ناقص، جناس ناقص، خلق الخلق والخلق، الخلق والخلق. يبقى 21 خدنا خدنا رقم دال. 22 ميز البيت الذي تضمن جناسا تاما. لاح أنوار الهدى من كفه في كل حال. خبروها بأنه ما تصدى لسلو عنها ولو مات صدى. لعمري لقد كان الثريا مكانه ثرى فأضحى الآن مثواه في الثرى. لا أعطي زماني من يخفر دمامي ولا أغرس الأيادي في أرض الأعادي. 22 خيروها بأنه من تصدى صدى وصدى، يبقى جناس جناس إيه؟ جناس تام. يبقى 22 خدنا رقم باء. 23 قال الشاعر: وما الناس إلا خادع أدرك المنى وآخر مخدوع لها غير مدرك. سنتج الطريقة البلاغية التي أسمت في توضيح فكرة البيت السابق. الجناس الناقص الطباق بالإيجاب، الطباق بالسلب، المقابلة. طبعا المقابلة بين شطري البيت الطريقة التي اعتمد عليها الشاعر في توضيح فكرة البيت، المقابلة. 24 قال الشاعر: للسبي ما نكحوا والقتل ما ولدوا والنهب ما جمعوا والنار ما ذرعوا. عين موطن الموسيقى في البيت السابق. موسيقى خارجية متمثلة في قافية البيت. طبعا هنا القافية مختلفة، ولد وزرع، يبقى هنا اختلاف. موسيقى داخلية متمثلة في التصريع، مفيش طبعا تصريع. موسيقى ظاهرة في حسن التقسيم. في الازدواج مفيش طبعا، الازدواج ده خاص بالنسر، بالنسر.
يبقى احنا هنقول هنا طبعا الموسيقى خارجية وقافية البيت، فاحنا حذفنا هو الجماعة، يبقى أنا عندي ولد وزرع، مفيش إيه؟ مفيش قافية ولا فيه هنا تصريع، يبقى أنا بناخد رقم جيم حسن التقسيم. للسبي ما نجح والقتل ما ولد والنهب ما جمع والنار ما زرع، البيت مقسم إلى أربعة أقسام متساوية، يبقى حسن تقسيم وهو خاص بالشعر، هو تقطيع البيت الشعري إلى أقسام متساوية، قد تكون ثلاثة قد تكون أربعة. 20 صفحة 15 من كتاب البرهان، إن الدنيا تجود لتسلب وتعطي لتأخذ وتجمع لتشتت وتحلو لتمر. إذا الألوان البديعية التي تضمنتها العبارة السابقة طباق ومقابلة، مقابلة ازدواج، ازدواج طباق، التفات اقتباس. طبعا هنا هو عايز الألوان البديعية، يبقى أنا عندي هنا تجود لتسلب وتعطي لتأخذ، يبقى هنا طباق وازدواج، الجمل مزدوجة، يبقى أنا بناخد ازدواج وطباق، يبقى احنا خدنا رقم جيم. طبعا الازدواج قطيع الكلام إلى جمل متساوية، يبقى احنا خدنا ازدواج وطباق. 26 ميز مالي، ما تضمن طباقا بالسلب، فلا تأكل طعامك بازدراء، معاجلة فيأكلك الطعام، تأكل ويأكلك، هنا طباق بالسلب. فإذا وصلت فكن شيء باسم، وإذا هجرت فكل شيء باكي. وصلت وهجرت ده طباق إيجاب، يعني الكلمتين متضادتين. ما برح القاضي يعدل، أما أخوه فقد برح العدل. عندي ما برح وبرح، ده هنقول عليه طباق إيجاب. خلي بالك بقى، هنا عندي في الأفعال اللي هي بتدل على الاستمرار، إذا جاء الفعل ناقص مع الفعل التام فهنا يكون الطباق طباق إيجاب وليس طباق سلب. انفكت عقدة الحبل ولم تنفك الحبال، كذلك نفس الفكرة، إننا نأتي بالفعل الأفعال الناقصة نأتي به مرة بما يبقى ناقص وبدون ما يبقى تام، ولكن هو بنعمله معاملة الطباق الإيجاب، طباق إيجاب. يبقى 26 خدنا رقم 26 خدنا رقم ألف طباق بالسلب. 27 قال الشاعر: فمن عاداك في ذل شديد، ومن والاك في عز شديد. حدد المحسن المعنوي في البيت السابق، هنبعد هنا في مقابلة عداك وذل شديد، ولاك وذل وعز شديد، يبقى أنا بناخد رقم ده رقم باء مقابلة. 28 الشاعر: أيتها النفس إليه اذهبي، فما لقلبي عنه من مذهب. في البيت السابق محسنان لفظيان حددهما، هنبعد جناس وتصريع لأن التصريع ده خاص بالشعر، وتصريع لأن الازدواج ده خاص بالنثر، وايضا هنا عامل لي ازدواج وسجع، يبقى بعدناه برضو عشان الازدواج خاص بالناس، فضل عندي جناس وتصريع، جناس وسجع. عندي هنا اذهبي ومذهبي، ده كده تصريع وبينهم جناس، يبقى انا هناخد جناس وتصريع، يبقى 28 خدنا رقم باء. 29 قال الشاعر: نعد المشرفية والعوالي، وتقتلنا المنون بلا قتال. مشرفية السيوف، العوالي الرماح، أي يقول أننا نعد السيوف والرماح لمقاتلة الأعداء، وتقتلنا المنون بلا قتال، أي نموت بلا قتال. في البيت السابق محسنان معنويان حددهما على الترتيب، طباق والتفات، التفات وطباق، التفات ومراعاة نظير، مراعاة نظير وطباق سلب. ب 29 هنا عندي طبعا المشرفية والعوالي متلازمين مع بعض ومعهم قتال، يبقى دي كده مراعاة نظير، يبقى انا هناخد مراعاة نظير، هنبعد طباق والتفات، والتفات وطباق، فضل عندي التفات ومراعاة نظير ومراعاة نظير وطباق سلب، يبقى تقتلنا بلا قتال، يبقى ده كده سلب، يبقى انا هناخد مراعاة نظير وطباق سلب، يبقى احنا خدنا رقم د. 29 خدنا رقم د. 30 قال الشاعر:
أيضحك مأسور وتبكي طليقة ويسكت محزون ويندب سالي؟ سخرج من البيتين محسنين، الأول موسيقي والثاني معنوي. طالما قال لك موسيقي يبقى تصريع أو حسن تقسيم. هنا عندي حسن تقسيم ومقابلة بين تبكي طليقة ويسكت محزون، يبقى يضحك مأسور ويسكت محزون، يضحك مأسور وتبكي طليقة، يبقى أنا كده هنقول حسن تقسيم ومقابلة. يبقى 30 خدنا رقم 31 لابن الرومي في وفاة ابنه. لقد أنجزت فيه المنايا وعيدها وأخلفت الآمال ما كان من وعد. استخرج من البيتين محسنين، الأول معنوي والثاني موسيقي. طبعا الثاني الموسيقي يا إما حسن تقسيم يا إما تصريع. هنبعد الأول رقم باء، هعمل طباق سلب وازدواج، والازدواج خاص بالنسب. عندي كده في حسن تقسيم وفي جناس تام وفي جناس ناقص، يبقى 31 هناخد جناس ناقص وعيدها ووعد وطبعا مقابله، يبقى احنا 31 هناخد رقم د. 32 صفحه 16 من كتابنا كتاب البرهان. قال الشاعر: وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن ان لا تلاقيا. حدد المحسنات البديعيه المعنويه في البيت. طباق ايجاب وطباق سلب، مقابله وتوريه، التفات وطباق، توريه ومراعاه نظير. يبقى انا هناخد طباق ايجاب يجمع والشتيتين، عندي يظنان وطلاقيه، يبقى طباق ايجاب وطباق سلب. يبقى احنا خدنا 32 خدنا رقم الف. 33 قال الشاعر على لسان الجمل: فما خفق أبكى غير رجفة أطلع، ولا نوح ورقي غير صرخة نادب. ورقي الحمام. مصدر الجرس الموسيقى في البيت ازدواج ولا حسن تقسيم ولا جناس ناقص ولا تصريع؟ طبعا هنا خفق أبكي غير رجفة أطلع، ولا نوح ورقي غير صرخة نادب، حسن تقسيم. ده مصدر الجرس الايه؟ الجرس الموسيقي. 34 قال الشاعر: فما كان الا ان طوتهم يد الردى وطاحت بهم ريح النوى والنوائب. استخرج من البيت محسنا لفظيا، طبعا حسن تقسيم ولا ازدواج ولا جناس ناقص ولا تصريح. بعد الازدواج ده خاص بالشعر. اتفضل عندي التصريع، طبعا مفيش تصريع، عند الردى وعند النوائب يبقى بعدنا كمان تصريع. اتفضل عنده حسن تقسيم وجناس ناقص بين الردى والنوى. 35 قلت لغلامي: اجد شعري طويلا وقد اتسخ بدني قليلا، فاختر لنا حماما ندخله وحجاما نستعمله، وليكن الحمام واسع الرقعة نظيف البقعة طيب الهواء معتدل الماء. في قوله حماما ندخله وحجاما نستعمله محسنان لفظيان، حددهما. إذا وجدت الجمل تنتهي بأواخر الحروف يبقى ده سجع. طبعا هنا هنبعد تصريع وجناس لأن ده خاص بالشعر اللي هو التصريع. فضل عندي سجع، وهنبعد كمان سجع وحسن تقسيم لان حسن التقسيم خاص بالشعر. اتفضل عندي كده جناس ناقص وسجع وجناس تام وازدواج. عندي كده هنقول اتفاق اواخر الكلمات في الحروف والسكنات، يبقى ده كده سجع، وبعدين الجمل المتساويه يبقى جناس، يبقى عندي حمام وحجام يبقى جناس ناقص، يبقى احنا كده خدنا رقم جيم. 35 خدنا رقم جيم. 35 رقم 2 حدد السمة البلاغية البارزة في الفقرة السابقة، توضيح المعنى عن طريق الإكسار من المحسنات المعنوية. طبعا هنا هو بيتكلم عن المحسنات لفظية، التأثير في عاطفة السامع بالإكسار من الصور الخيالية،
وضوح الجرس الموسيقي بالإكسار من الصور اللفظية، عدم اهتمام الكادم بالزخرفة اللفظية انتصارا للمعنى. يبقى انا هناخد رقم جيم، وضوح الجرس الموسيقي بالإكسار من المحسنات اللفظية. 30، قال الشاعر: على أنني راض بأن أحمل الهوى وأخرج منه لا علي ولا لي. حدد نوع المحسن البديع الوارد في البيت السابق. علي ولي بينهم طباق، طباق إيه؟ طباق إجاب. يبقى هناخد 36، خدنا رقم جيم. 37، قال الشاعر: فإذا حاربوا أذلوا عزيزا وإذا سالموا أعزوا ذليلا. حدد نوع المحسن البديع الوارد في البيت السابق. هنا طبعا هنا في حسن تقسيم الأول، حاربوا أذلوا عزيزا، سالموا أعزوا ذليلا، ما فيش حسن تقسيم. يبقى هنا في مقابلة بين حاربوا أذلوا عزيزا، سالموا أعزوا ذليلا، يبقى نحن هناخد مقابلة. يبقى 37، خدنا رقم باء. 30، صفحة 17، قال الشاعر: أكى الهوى واستجهلتك المنازل وكيف تصاب المرء والشيب شامل. حدد نوع المحسن البديع الوارد في البيت السابق. جناس، تصريح، توريع، طباق. هنا هنقول المنازل وشامل، يبقى بينهم تصريع. اتفاق آخر شطري البيت الأول في القصيدة في الحرف. 39، قال الشاعر: تحمله الناقة الأدماء معتجرا بالبرد كالبدر حتى كالبدر جلى نوره الظلما. حدد نوع المحسن البديع الوارد في البيت السابق. معتجرا والظلما، يبقى نحن نقول تصريح ولا معتجرا والظلما. ألف تنوين مد ألف إطلاق، يبقى نحن بعد التصريح. يبقى هنا تحمله الأدماء البدر وجلى نوره النور والظلم، بينهم طباق، والبرد والبدر يبقى طباق وجناز. يبقى 39، خدنا رقم ألف. 40، قال الشاعر: طويل النجاد رفيع العماد كثير الرماد إذا ما شتى. حدد نوع المحسن البديع في البيت السابق. طبعا هنبعد تصريح، مفيش هنا تصريح لأن عند العماد وشتى. هنبعد عندي الازدواج لأن الازدواج خاص بالنثر. فضل عندي جناس وحسن تقسيم وجناس ومقابلة. هنا 40 بناخد رقم جيم، الجناس وحسن التقسيم، النجاد والعماد، العماد والرماد، يبقى كل ده ايه؟ كل ده جناس، وعندنا حسن ايه؟ تقسيم. 40، قال أعرابي: اللهم إن كنت قد أبليت فإنك طالما قد عافيت. حدد نوع المحسن اللفظ الوارد في البيت السابق. من بعد التصريح ده خاص بالشعر. اتفضل عندي سجع وجناس وطباق. هنا الكلمات متفقة في النهاية، هناخد سجع. يبقى 41، خدنا رقم ألف. إن قيل لأعرابي: ما أصبركم على البدو؟ قال: كيف لا يصبر من وطاؤه الأرض وغطاؤه السماء وطعامه الشمس وشرابه الريح. حدد نوع المحسن اللفظ الوارد في العبارة السابقة. هنا وطاؤه الأرض، غطاؤه السماء، طعامه الشمس وشرابه الريح. يبقى نحن نقول كده عندي جناس بين وطاء وغطاء، يبقى أنا بناخد الجناس. 43، قال الشاعر: طبعا ما ينفعش هنا سجع عشان ما فيش اتفاق بين الأرض والسماء، ولا ينفع مقابلة. 43، قال الشاعر: قلبي رهين بين أضلاعي من بين إيناس وإطماع. حدد نوع المحسن الموسيقي الوارد فيها البيت وسر جماله. الجناس يعطي جرسا موسيقيا تطرب له الأذن. التصريع يعطي جرسا موسيقيا تطرب له الأذن. حسن التقسيم
مفيش هنا حسن تقسيم ولا في طباق، يبقى اضلاعي واصماعي يبقى بينهم تصريح، والتصريح يعطي جرسا موسيقيا تطرب له الاذن. يبقى خدنا رقم باء. قال الشاعر: فيا لك من حزم وعزم طواهما، جديد الردى بين الصفا والصفائح. حدد القيمة الفنية للمحسن البديع الوارد في البيت السابق. حزم وعزم بينهم جناس، والجناس له أثر موسيقي في الايه في الأذن. يبقى 44 خدنا رقم باء. 45 صفحة 18 من كتاب كتاب البرهان. قال الشاعر: سيم الروض في ريح شمال، وصوب المزن في راج شمول. حدد مواجه الاختلاف بين الكلمتين المتجانستين الواردتين في البيت السابق، شمال وشمول. عدد الحروف، نوع الحروف، ترتيب الحروف، ضبط الحروف، طبعا في نوع الحروف. 46 عند التراخي عن شكر النعم تحل عظائم النقم. مزمالي المحسن المعنوي الوارد في العبارة السابقة، طباق ولا سجع ولا جناس ولا مقابلة. عندي شكر النعم، النعم والنقم بينهم طباق، أو يؤكد المعنى ويوضحه. أتمنى إن شاء الله تكون استفدت معانا. لو عجبك الفيديو إعجاب وشارك الفيديو مع زملائك، وانتظرنا في القادم إن شاء الله.